اللقاء اللي كان امام سيسكا وفريق ايضا اللقاء اللي كان امام فريق النادي ادي امام الهدف الاول يا على الجول وتوقيت الجول كريستيانو رونالدو يسجل هدفه رقم 91 اوروبيا رقم 14 لكن الكوره كوره كارفاخال وتخدع الدفاع ويسجل يسجل سي ار 7 عشان تحتفل جماهير الملكي باول اهداف الكل ينتظر والريال في هذه اللحظه في ليلة تاريخية وعودة تليق بعظمة وتاريخ النادي الملكي كارفاخال العرضية ترجع له مرة تانية يلعبها أمامنا هو وتغير اتجاهها وهنا بقى الخطأ الدفاعي من جانب دانتي واللاعب نالدو وكريستيانو رونالدو في الانتظار وما أجمل الانتصار في هذه الكرة والهدف الأول بعد مرور تفوق الريال ويسجل في هذه الكرة في هذه اللحظة الهدف الثاني عشان يضع الامور في حالة التساوي رونالدو يسجل في الدقيقة 16 وفي الدقيقة 17 لمن هيأتي بهدفه رقم 15 في اطار دوري الابطال ورقم 92 اترك الارقام ودع الريال ينطلق في هذه الليلة لان النتيجة اصبحت اتنين لا شيء بص شوف كريستيانو رونالدو يا ولد يا ولد يا ولد ضربة رأسية بالتخصص يضع هدفه رقم 16 في الفرق الألمانية بقى خلال مشواره مع المان يونايتد أو مع ريال مدريد كرة من كروس بالمقاس وعلى طول الرأسية لتكون الهدف في مرمى فريق فولفسبورغ بعد مرور 17 دقيقة الأمور تسير كما يريد زيدان وكما يريد رونالدو لكن عشان ما نجزمش منتظر والنتيجة يعني لن تتغير لأن بالفعل اللعب استمر ولا سي ار 7 رونالدو يواجه امام بينالدو رونالدو وبينالدو رونالدو وبينالدو بالفعل صاروخ ماديرا هنا في هذه الكرة وهذه اللقطة يتألق ويتعملق ويسجل الهدف الثالث من كرة ثابتة في الدقيقة 77 نوع ومتع يا نجم كبير امامنا في هذه الكرة بص الكرة ملعوبة ازاي بص الكرة ملعوبة ازاي وعدت من الحائط البشري ما بين نالدو وجيلا بوجي وبيناليو يحاول ان يسبح ولكن هنا سباحة ايه يعوم في الظلام ادي امامنا اهو الكرة مش شايفها بص الحيطة ادي امامنا اهو وشبيك لبيك امامنا اهو المرمى بين قدميك يا رونالدو يا لعيب يا لعيب يا لعيب يا لعيب ادي امامنا كريستيانو رونالدو البعض قال لا يحسم اللقاءات